عايز تكون ضيف التلفزيون، تعلن عن شركتك أو عيادتك، مهندس أو دكتور أو محامي، أو حتى عندك موهبة، كل المجالات في برنامج البداية. يبقى الإعلان ده يهمك. دلوقتي تقدر تعمل دعاية على التلفزيون من خلال برنامج البداية. معانا ممكن تكون ضيفنا في البرنامج، وتقدر تتكلم عن خدمات شركتك أو منتجات مصنعك أو قصة نجاحك. وطبعا الظهور على شاشة التلفزيون بيزيد من مصداقيتك عند عملائك، وده يخلي الفرق كبير بينك وبين منافسيك. ودلوقتي تقدر تستفيد ايضا من عرض الظهور معنا، استضافة مدتها 25 دقيقة لصاحب الشركة، عرض ارقام تليفونات الشركة اثناء الاستضافة، عمل تصميم عن الاستضافة قبل الظهور للتنويه، خصم خاص على عروض الاعلانات الشهرية. للاستفسار والتواصل واتساب على رقم 012-27-21-66-21. اتبرع لرواد الطب على الارقام التالية: خير في دقيقة، أجر يدوم سنين. كورسات أونلاين، كورسات، ورش، وندوات مجانية، وهيكون في خطة لابنك فردية. لو أنت من سكان زايد وأكتوبر، هتكون فرصتك إنك تحجز معنا الجلسات لابنك تحت إشراف الأستاذة آية حسن، أخصائية التخاطب، أخصائية نفسية، مدرب معتمد من جامعة عين شمس، عضو الاتحاد النفسيين العرب. بنقدم جلسات لأطفال الاحتياجات الخاصة وأطفال النورمال. بنقدم ورش ومحاضرات بأسعار مميزة ومنها مجانية. ما تنساش دايما تتابع صفحتنا على الفيسبوك علشان تتابع. اهلا وسهلا بيكو اعزائي المشاهدين من برنامجكم برنامج البدايه. معانا النهارده فقره جديده وحلقه جديده من برنامجنا. اسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا النهارده ارحب بزميلي. اهلا وسهلا استاذ حسن. اهلا بك يا مريم. اهلا وسهلا. معانا النهارده الاستاذه ايه مصطفى، اخصائيه التخاطب ومدربه معتمده من جامعه عين شمس وعضو اتحاد النفسيين العرب ومبادره داعمون الاحتياجات الخاصه. استاذه ايه، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا النهارده في برنامج البدايه. اهلا وسهلا بيك. اتفضلي يا مريم. اهلا وسهلا استاذه ايه. عايزين نعرف المشاهدين في البدايه الفرق بين التخاطب وبين التاهيل وبين تعديل السلوك. تمام. اول حاجه طبعا احنا التخاطب ليه مراحل كثيره جدا، يعني وتنميه المهارات وتعديل السلوك، بس احنا ممكن نقول التخاطب باختصار هو ان الطفل في مخارج بتاعته بتبقى مش واضحه او كلمات مش موجوده، يعني في سن معين الطفل المفروض بيتكلم فيه الطفل ما بيتكلمش، فبيلجأ لجلسات التخاطب. المهارات بيلجأ لها لما بيكون ما فيش تواصل بصري، ما فيش انتباه وتركيز، فبيضطر ان هو لازم نعمل له جلسات تنمية مهارات. بالنسبة لتعديل السلوك هو معمول بس عشان اللزمات التكرارية، وطبعا التوحد بياخد تعديل سلوك. ممكن طفل عادي نورمال ياخد تعديل سلوك اللي هو بس عنده مشاكل في لزمات عند سلوكيات الكذب، السرقة، الحاجات دي كلها بتلجأ لتعديل السلوك. تمام تمام. طب حابين نعرف ايه هو السن الطبيعي للتخاطب، ويعني السن اللي المفروض الطفل فيه بيتكلم بدون اي مشاكل، وامتى الاهل يبدأوا يقلقوا لو الطفل ده اتأخر في النطق؟ تمام. يعني اول سن هو بداية من 6 شهور الطفل المفروض يبقى فيه حاجة اسمها المناغاة، يعني المفروض الام الاول مرة تبقى عندها المعلومات دي. سن المناغية 6 شهور الطفل بيطلع نغمات، بس هي المفروض بقى تقوي معاه الحصيلة. عند سنة المفروض الطفل بيقول كلمة، يبتدي يوجه الكلام، يعني لو شايف قطة يقول قطة، بابا، ماما، ممكن تكون مكسرة شوية الحروف بس بيقول. سنتين بيتكلم جملة من كلمتين بس. هي الفكرة كلها ان هو لما بنقلق لما بيعدي السنة وتاني سنة الطفل ما بيتكلمش اصلا او بيقول كلمه واحده بس، لا هو المفروض الحصيله اللغويه عنده تعدي 50 كلمه. تمام. في الحاله دي بقى لازم نعرض الطفل على مش بنقول نعرض في الاول الجلسات، بس انا من وجهه نظري ان الطفل ده الاول بنشوف الام تبتدي تشتغل هي معاه في البيت، يعني زي حاجات تاهيليه كده، تشتغل معاه كروت. ممكن يلجا للحضانه في الوقت ده، الحضانه هتبقى مناسبه جدا ليه. بعدين لو الطفل لا عنده مشاكل تانيه وزي مثلا اتصنف من تحت فئة التوحد او كده، لا بيبقى محتاج علاج مبكر.
طيب استاذه ايه، احكي لنا على عن تجربتك في تاسيس مركز فيرست وورد اكاديمي للتاهيل والتخاطب. هو المركز كان عملته في مدينه الشروق، ابتديناه من 3 سنين، احنا اتنقلنا بس جينا زايد. الفكره كلها كانت ان المكان اساسه كان احتياجات خاصه بحت، بعد كده اسسنا فكره الفئه البينيه عشان في ولاد تبقى طيف توحد او سمات توحد بيتظلموا او تشتت انتباه، فرط حركه، الطفل ده ما بيعرفش يقعد في الحضانه العاديه لان المدرسه غير مؤهله مش اخصائيه، فما بتعرفش تتعامل معاه، مفيش تواصل بصري، بيبقى الطفل حصيله زيرو. بس فاحنا ابتدينا ان احنا نشتغل على كده، والحمد لله طلعنا اولاد مدارس خاصه وانترناشونال، الحمد لله الدنيا تمام، تحسنوا كتير. تمام. طب بالنسبه للدغه، يعني اللدغه ديت تتعالج ازاي؟ لان في ناس كتير بتعاني من موضوع اللدغه، وفي ناس كبيره في السن برضك عندها الموضوع دوت. هي اللدغات انواع، تمام، على حسب سن الطفل. يعني في لدغه، لدغه الرق دي بتكتمل، يعني في طفل ممكن تبقى عنده لدغه من 3 سنين وعند 5 سنين يبقى كويس من غير اي تدخل، وفي العكس على حسب الاهل. الاهل لو اتكوا معاه على الحرف هيشتغل وهيبقى كويس، وفي ناس طبعا بيبقوا شباب عندهم اللدغه دي لو حابب يعالجها بتتعالج، يعني هي ملهاش سن معين. طب ايه هو اقصى سن لعلاج اللدغه وبعد كده خلاص نقول ما ينفعش وتفضل اللدغه دي معاه مستمره على طول؟ هو بص، ممكن يعني على حسب المدرسه اللي انا درستها، هي مدارس عامه ممكن لغايه 13 14 سنه، 13 14 سنه بعد كده. في ممكن تاني، في مدارس تانية قالت لي هو ممكن يكون اكبر من يعني كده، يعني تقريبا في حدود السن دوت ممكن صعب بعد كده ان هو يغير اللدغه دي. بالظبط كده، هتبقى صعبه شويه عليه. طيب استاذه ايه، التخاطب ليه مده علاج معينه ولا معين فتره مفتوحه؟ برضه على حسب الحالة، الحالة هي اللي بتقرر لك. يعني بتبتدي الأول التخاطب إن الطفل عنده مشكلة، الطفل احتياجات خاصة، لا على حسب الحالة بتاعته، توحد أو داون أو سي بي، لا التخاطب هيبقى مستمر، بس بيبقى طبعا التأهيل بيعلى كل ما الخطة العلاجية بتعلى معاه. بس لكن لو الطفل نورمال بس عنده لدغات، عنده مشاكل تأخر لغوي، لا بنحتاج إن هو ياخد فترة بس ما تبقاش كبيرة قوي، يعني ممكن 6 شهور، سنة، سنتين، على حسب برضه حالة الطفل. ممكن تلاقي طفل 3 شهور يبقى زي الفل، مفيش مشكله فيه. تمام. طيب بالنسبه للاطفال عندها توحد او اعاقه جسديه دوت، لو عندهم مشكله في التخاطب، ايه المراحل اللي بتبدا معاهم الاول قبل ما نعالج موضوع التخاطب؟ يعني غير الطفل اللي عنده مشكله التخاطب بس، لا دول عندهم زي ما قلت لحضرتك توحد واعاقه. تمام. هو في انواع كتير للتوحد، توحد مصاحب لاعاقه عقليه، في الدون ممكن يكون كمان معاه سمات توحد وهو إعاقة عقلية، ففي بيبقى في حاجات كتير على حسب الطفل. أول حاجة الطفل يعني لما بيكون عنده تشنجات أو حاجة بنلجأ للمخ والأعصاب. الطفل عنده لزمات وهايبر عالية بيروح لازم طب نفسي، كل دي حاجات تأهيلية في الأول قبل ما يبتدي إن هو يروح مركز تخاطب. وممكن يجي لنا المركز أو يجي لأي حد في المركز يبتدي إن هو يتشخص. خلاص إحنا في تقييم واختبارات بتتعمل دلوقتي بتعرف ان الطفل ده فرط حركه، الطفل ده توحد، ارقام. تمام. فبنبتدي نشتغل عليها، الطفل بتعمله بقى وقتها خطه. الخطه دي بتبقى من 3 شهور ل6 شهور، بعد كده يتقيم تاني ونشتغل بقى. يعني كل ده بالتاهيل، بنعمل جلسات تاهيليه مكثفه، مش بياخد تخاطب بس لان هو بيبقى واقع في المهارات وفي السلوك. تمام. لازم نعالج الحاجات دي الاول بعد كده نبتدي نتعامل معاه في التخاطب. تمام. وممكن يمشي في نفس الزاويه، يعني مع الدكتور خلاص راح واخد العلاج، هو الدكتور بينصح ان لازم مركز تاهيل. تمام. او حضانه، يعني على درايه بالحاله. أيوة. اللي هو المراكز دلوقتي اللي فتحت رعايه نهاريه جوه حضانه او اخصائيه موجوده بتقدر تبقى فاهمه اكتر الحاله تشتغل معاها ازاي. استاذه ايه، في اخطاء شائعه او عوامل سلبيه من الاهل بتاثر على الطفل في التخاطب؟ طبعا كتير. يعني الاهل اول حاجه ان هي تكون فاهمه مشكله ابنها دي نص العلاج. المشكله لما الام تكون عارفه ان ابنها عنده توحد او عنده مشكله ومش يعني مش بتعترف بيها فما بتساعدش معاكي، او عايزه المركز هو اللي يعمل كل حاجه، لا هو لازم الطفل في البيت لان الام هي المرايه بتاعته. تمام. احنا دايما بنقول للام ان انا بديكي الجلسه النهارده بصورها لك او بتشوفيها مثلا عن طريق شاشه، لا انت بتطبقيها في البيت. تمام. لو ما طبقتهاش انا الجلسه اللي بعدها هبقى صفر. فاحنا دايما نقول للاهل خليكوا على توعيه، الطفل من اول 6 شهور تبقوا عارفين ان هو بيبقى في حاجه اسمها المناغاه، سنه بيتكلم ايه، سنتين، ثلاثه، ابقى عارفه ابني المحاور بتاعته ماشيه ازاي، اول ما الاقيه وقع في اي حاجه لا الجا للمختص على طول. تمام. بالنسبه لحصيله الكلمات عند الطفل، يعني في طفل عنده حصيله كلمات كتير، تمام، دي ليها علاقه
بسلامه التخاطب عنده ولا مش شرط؟ يعني ممكن يكون حصيله الكلمات عنده قليله فهمك بس بيتكلم كويس، وطفل تاني عنده حصيله كلمات كتير وبرضه وعنده مشكله في التخاطب. هو ده بيبقى ليه شقين السؤال ده، لان هي ممكن طفل يجي عنده سنتين وعنده حصيله كلمات 20 كلمه هي مش مناسبه معاه، لان هو ما حطهاش لعارف الضمائر ولا عارف الافعال، يعني ما بيقدرش يقول انا عايز اشرب، هو بيقول كلمه. فلا ده برضو لازم تخاطب، لان تشتغل عليه على حاجه اللي هي اسمها سرد قصه، وصف مشهد، انت بتعلم معاه في التخاطب. الجزء الثاني للسؤال، الطفل اللي هو ممكن عنده حصيله كتيره بس هو بيتكلم كلمات برضو كتير او مش عارف يوجه الكلمات دي لايه، لا احنا بنبتدي معاه بقى نوجه الكلمات دي نوظفها في جمله، يعني زي ما في الابتدائي كده لما بناخد احط الكلمه دي في جمله. تمام، يعني دي كانت حاجات مميزه جدا في الدراسه، الطفل لو اخد عليها كتير هيعرف يحط الكلمه في جمله. يعني ما فيش علاقه بين حصيله الكلمات وموضوع مشكله التخاطب مع الطفل؟ لا لا لا، التخاطب ممكن تلجا له في اي وقت لاي مشكله، مالوش سن معين ولا ليه حاجة معينة. لا لا، على فكرة ممكن اللي بياخد تخاطب يكون عنده 50 سنة أو 65 سنة، تعرض لجلطة، جات له جلطة في الدماغ بقى في العي خلاص هو بيتكلمش، فانت يعني بتبتدي معاه كأنه طفل صغير، بتدي له حصيلة الكلمات من أول وجديد. تقريبا معظم الناس عارفة موضوع التخاطب دوت بالنسبة اللي هم الأطفال اللي عندهم صعوبة في النطق والكلام، لكن الموضوع ده جديد ان الناس تعرف ان في فعلا لا في ناس عندها ازمات قلبيه وبتعاني من حاجه زي كده، طبعا في مشكله للتخاطب. بتحصل في الكلام جلطه لا قدر الله طبعاً. لا بيرجع مع الدكتور العلاج الطبيعي، لازم يكون في اخصائي تخاطب بيشتغل معاه، دي حاجه اساسيه. تمام، شكرا ليكي يا استاذه ايه، وشكرا لمعلوماتك. ودي نهايه حلقتنا النهارده، واستنونا في فقره جديده من برنامج البدايه. شكرا. عايز تكون ضيف التلفزيون، تعلن عن شركتك او عيادتك، مهندس او دكتور او محامي، او حتى عندك موهبة، كل المجالات في برنامج البداية، يبقى الاعلان ده يهمك. دلوقتي تقدر تعمل دعاية على التلفزيون من خلال برنامج البداية، معانا ممكن تكون ضيفنا في البرنامج، وتقدر تتكلم عن خدمات شركتك او منتجات مصنعك او قصة نجاحك. وطبعا الظهور على شاشة التلفزيون بيزيد من مصداقيتك عند عملائك، وده يخلي الفرق كبير بينك وبين منافسيك. ودلوقتي تقدر تستفيد ايضا من عرض الظهور معنا، استضافه مدتها 25 دقيقه لصاحب الشركه، عرض ارقام تليفونات الشركه اثناء الاستضافه، عمل تصميم عن الاستضافه قبل الظهور للتنويه، خصم خاص على عروض الاعلانات الشهريه. للاستفسار والتواصل واتساب على رقم 012-27-21-66-21. اتبرع لرواد الطب على الارقام التاليه: خير في دقيقة أجر يدوم سنين. كورسات أونلاين، كورسات ورش وندوات مجانية، وهيكون في خطة لابنك فردية. لو أنت من سكان زايد أكتوبر هتكون فرصتك إنك تحجز معنا الجلسات لابنك تحت إشراف الأستاذة آية حسن، أخصائية التخاطب، أخصائية نفسية، مدرب معتمد من جامعة عين شمس، عضو الاتحاد النفسيين العرب. بنقدم جلسات لأطفال الاحتياجات الخاصة وأطفال النورمال، بنقدم ورش ومحاضرات بأسعار مميزة ومنها مجانية. ما تنساش دايما تتابع صفحتنا على الفيسبوك علشان تتابع. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من برنامجكم البدايه. تسمحوا لي ارحب بزميلتي هند. اهلا وسهلا يا هند. اهلا بك يا اماني. اهلا بك يا هند. اهلا بعزيزي المشاهدين، منورنا النهارده سعد استفتاح عياد، طالب بكليه شريعه وقانون جامعه الازهر، وشاعر تغلب على تحدياته الجسديه بالصبر والاجتهاد. منورنا يا سعد، ممكن تحكي لنا عن التحديات اللي مريت بيها في حياتك؟ والله انا واجهت صعوبات كتيره في حياتي يعني منذ طفوله، زي مثلا خاصه في المرحله الابتدائيه ما كانش فيه اساتذه عاوزين نكمل تعليم. ما كان كنت بلاقي احباط دايما من الاساتذه، من بعض الاساتذه.
في المرحلة الابتدائية. وازاي قدرت توصل للجامعة، جامعة الأزهر خصوصا؟ والله العظيم والإرادة والإصرار، يعني انت قال ما عندك هدف صدقني هتوصل. وازاي قدرت تنجح وتتغلب على التحديات دي؟ والله قدرت تنجح بالعزيمة والإرادة طبعا ومساعدة الناس لي، يعني في ناس كتير ساعدت في حياتي وبحب اوجه لهم شكر، والله نفسي اذكر اساميهم لكن والله كيف انسى حد، يعني بحب اشكرهم جدا والله. واكيد هم مش محتاجين شكر منك لان هم بيدعموك بكل ما تم. هل تعتبر الشعر ده موهبه متاصله فيك ولا هي مجرد هوايه عندك؟ هوايه انا اكتشفتها منذ سنه تقريبا عندما دخلت اولى جامعه. ممتاز جدا ممتاز. طب ايه اول قصيده بقى حابب تشاركها معانا دلوقتي؟ والله انا سمعت قصيده عن الام ان شاء الله. طيب احلى حاجه اتفضل. من سنين وانا عيني لمحه، ستي قاعده على اللطيف، عينها غزمت اي فرحه وفيها حزنك بالمخيف، احكي يامبا وقولي وجعك، طلعي كل اللي جوه، الكلام لو مش هينفع بس بيريح بقوه، افلدي على الارض شعرك فضفضي وقولي لبالك، من كسر في الدنيا قتلك، من ظلم في الخلق حالك، احكي ايه احكي ايه والدنيا دي لو مش انا متسويش، سيبني يا ابني باللي فيا، ده اللي فيا ما يتحكيش، اللي قدامك دي يا ابني عايش حمد او لو ما فيش، الامن من بدل سبني بس لدي ما بشكيش، كان لي بيت وعيال تلاتة بعدهم كانوا عين، عشت ليهم باستماتة وكانوا تحويشة سنيني، كنت أب وكنت أم والحمول تقلت عليا، كنت أشيل على الهمام أشقى أوديهم عليا، عمري يوم ما بخلت عنهم عمري رب الكون بسبب، عمري عدوا راح عشانه والشوارع شهد ابني، وأما كبروا شافوا حالهم وعشت في الوحدة بعان، كل خير الدنيا شالهم بس ناسوا يقولوا تاني، اللي شفته من الزمن ده حقي يا ابني حقي صعب، زي ما يكون اللي عدى كان كابوس أو فيلم رعب، في حاجات في الناس بتقتل بس موتها بالبطيخ، لسه عاوز من تسع ست قاعدة على التاريخ، الحنان مت من ضنايا الحنان مت من ضنايا، والتقيته على اللطيف من كلامي، عينك دي باشد من الدموع والحزن ليه، مالك انت باللي فيا كل ده راح تعمل ايه، ده لي يا ابني دمع مالك وعتسأل تاني فيا، ده لي يا ابني دمع مالك وعتسأل تاني فيا، سيبني يا ابني وروح لحالك، ده اللي فيا ما هو شويه. برافو عليك ممتاز. ايه سر اللي دفعك للنجاح بقى؟ السر اللي دفعني للنجاح يعني كان في بعض الاساتذه والدكاتره بيدعموني جدا في حياتي. في دكاتره كانت بتدعمك؟ دكاتره في الجامعه؟ دكاتره في الجامعه ودكاتره اللي انا بتعالج عندهم. طبعا من هنا عايزه توجه رساله للناس اللي بتحبطك. اديني نجحت. أنا عندي زمان صعب ينجح صعب يوصل، كنت بحلم إني أنجح، كنت بحلم إني أوصل، كان نفسي أتعدى الظروف وأوصل لحلمي وأشوفه، بتكلم عن حلمي ضحكوا عليا وقالوا مش موجود، كان حلمي أكون، قالوا هيفضل كده ومش هيكون، كان عشمي في الله إني أنجح وافتح اي باب مقفول، كنت لافز اعيش كاني ولا موجود، كنت لافز اعيش في الدنيا من غير طموح، كان نفسي نزله منهم من غير عيوب، كان نفسي حد يفهمني ويقول اسعى وكون، قالوا عني كلام كتير قلت مش هيسيء، قالوا عني بضيع وقت وصعب يكون،
كان نفسي في كلمة منهم نجاي جلوع، كان نفسي في كلمة منهم تديني أمان ودموع. أنا نفسي أكون وبرضه هكون. وإن شاء الله هتكون، ودي كلمة مننا احنا. إمتى بقى اكتشفت موهبتك في الشعر؟ والله منذ سنة تقريبا، وكانت أول أعمالي هي قصيدة عن زوجي، فلقيت تفاعل كبير جدا من الناس على هذه القصيدة، فمن بعدها يعني كبار الشعراء شجعوني أن أكمل وقالوا لي بسم الله ما شاء الله أنت في الشعر حلو فكمل، فمن بعدها يعني كملت يعني الحمد لله. ما شاء الله عليك يا سعد. إزاي بتطور من موهبتك؟ بالقراءة والبحث والتعلم من كبار الشعراء زي الشاعر هشام الجك والشاعر إبراهيم فلج والشاعر أحمد فؤاد نجمي طبعا، يعني شعراء كبير ذمت يعني. وفي السنة دي قدرت إن أنت تكتب كم قصيدة؟ والله قدرت إن أنا أكتب حوالي 10 قصايد، وكتاب اسمه فن وثقافة التعامل مع زوجي، وإن شاء الله سيتاح في معرض القاهرة الدولي قريبا إن شاء الله. طب حابب تقول قصيدة إيه منهم دلوقتي معانا؟ اللي أنت حباها يعني. شوف القصيدة اللي أنت كاتبها وحاببها، أقرب قصيدة لقلبك إيه؟ تمام. أنا أقول لك قصيدة بتعاند نفسك والدنيا بتعاندك أكتر من نفسك، وبتحلف إنك هتنف وبتخلف أكتر ما بتوعد، كغريك الوحل بيلعب بيه الموج بيجيبه ويوديه، بتحاول تضحك والضحكة مش لاقي مكانها على وشك، بتكذب كل اللي يحبك وتصدق كل اللي يغشك، ولبست الهم وبقى زادك وسكنت الحزن وبقى عشك، وفي يوم تيجي ناحية فرحك هتلاقي السيد بيغشك، رشيت الفرح في كل مكان وبدمك قام شايله وشايلك، مكتوب الحزن على جبينك ودموعك مزنوقة في وشك، بتحاول توصل والدنيا حلفالك ما هدنا ولالك، خليك مع ربك احسن لك هو اللي هيدبرها لك. هل ليك اماكن اوقات معينه بتحب تكتب فيها؟ طبعا في اماكن هاديه طبعا، يعني في الاماكن الهادئه طبعا بيبقى الجو مريح بهذا. ايه اللي نفسك تحققه يا سام؟ انا نفسي احضر الاعتباريه زوجي المهم وقابل الرئيس ان شاء الله باذن الله يعني. خلاص من خلال برنامجنا ممكن توصل له الرساله دي. والله انا نفسي احضر احتفاليه القانون باختلاف يعني، وقابل الرئيس ان شاء الله باذن الله. يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هيوصل من خلال برنامجنا ده، صوتك هيوصل ونتمنى ان انت تحقق كل اللي انت بتتمناه. تمام. نورتنا واسعدتنا يا سعد، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح وتحقيق كل اهدافك. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا في فقرات جديده ومتنوعه في برنامجكم البدايه.